هشرح لك فيه ازاي تقدر تطلع ريبورت من برنامج السي اس اي كولم. انا هنا شغال على الكور اللي كنا عاملينه في الفيديو اللي فات، وافتكر ان احنا قلنا اقدر اضغط على قائمة ديسبلاي وابدا اشوف شكل الانتراكشن دايجرامز وشكل السكشن دايجرامز والشكل بتاع وشكل الانتراكشن سيرفيس، واقدر اشوف الكيرفات بتاعتي. لو انا ضغطت مثلا على الانتراكشن دايجرام، لاحظ طبعا ان القطاع ده طالع بالانسيف، انا سايبه لك بالنوت اوكي علشان في حاجه معينه في الريبورت عايز اوريها لك. انا هنا دلوقتي بشوف الشكل بتاع الكيرف او الام ام كيرف مثلا او الكلام ده، اقدر اضغط على علامه الزائد اللي موجوده هنا، يعني ان انا بقول له انا عايز اضيف الكيرف ده للريبورت بتاعي. طبعا اي كيرف عايز تضيفه تقدر تضيفه. عشان اعمل الريبورت بتاعي بقول له من قائمه فايل ريبورت كرييشن ويزرد، وافتكروا قبل ما نعملها ان احنا كنا دخلنا على حاجه اسمها بروجكت انفورميشن، وقلنا ان انا ينفع من هنا اضيف الانفورميشن بتاعه المشروع ده. يعني لو قلت له هنا كده البروجكت مثلا، وليكن زي ما قلنا قبل كده جراديويشن بروجكت، البروجكت نمبر 2 الاورجانيزيشن ابيك اكاديمي، والانجينير عمرو ربيع، وهقول له اوكي علشان تطلع معايا في الريبورت بتاعي. هقول له ريبورت كرييشن ويزرد، ومن هنا كده بيبدا يقول لك في عندك 15 نقطه هيطلعوا في الريبورت بتاعك. طبعا انت اول ما تبدا مش هتبقى عارف ايه كل حاجه من الحاجات ديت، فانت ممكن تعلم على كله وتبدا تقول له جنريت ريبورت، واحده واحده هتبدا تكتشف ايه الحاجات اللي ملهاش لازمه ان انت تضيفها، وايه الحاجات الاساسيه اللي لازم ان انا اضيفها. هنا مثلا بيقول لك سنجل بيج سامري فور ايتش كولم، يعني هيجيب لك صفحه ملخصه لكل عمود. طبعا دي مش اساسيه بالنسبه لي، لان انا يعتبر اصلا عامل عمود واحد بس او كور واحد بس، مش عامل كذا حاجه في نفس الفايل. هنا بيقول لك البروجكت انفورميشن اللي احنا لسه كاتبينها هتظهر معاك ولا لا. هنا كده المعايير بتاعه التصميم اللي انت صممت عليها، اللي هو الماتيريال اللي انت عرفتها والقيمه بتاعه الاف واي اللي انت اشتغلت بيها وهكذا. وهيبدا بقى يدي لك كذا حاجه زي التعريفات بتاعه العمود او الابعاد بتاعته او المحيط او المساحه، وهيبدا يقول لك الاحداثيات كمان بتاعه الاسياخ اللي موجوده. فطبعا دي حاجات موجوده انا مش هبقى محتاجها، يعني مثلا الريبار كوردينيتس دي انا مش محتاجها في اي حاجه خالص، بس انا هسيبهم قدامك بحيث تشوف شكل الريبورت كامل هيبقى عامل ازاي. حاجه من هنا اضغط على كلمه جينيريت ريبورت واقول له يس. لاحظ كده قال لك هنا البروجكت انفورميشن الاول اهو، ده الجراديويشن بروجكت، البروجكت نمبر 2، الكمباني كذا، الاسم كذا، وبدا يجيب لك الكود اللي انت اشتغلت عليه والبرنامج اللي انت صممت بيه والوحدات اللي انت اشتغلت بيها. وبعد كده كتب لك القيم اللي انت عرفتها للماتيريالز بتاعتك سواء كان الخرسانه او الستيل بتاعك، وبعدين ادالك شكل الرسمه اللي انت رسمتها، وبعدين بدا يجيب الاحداثيات بتاعه الاسياخ. هتلاقيها ماليه الجدول على الفاضي وملهاش اي لازمه. هنا كده في عندك البيزك سيكشن بروبرتيز، التوتال ويدث والتوتال هايت، ومكان السي جي بتاع الشكل بتاعي، هيديك الانيرشيا الاي اكس والاي واي والاي 3 3 والاي 2 3، كل الكلام ده برضو ينفع ان انا اشيله، اللي هي الاديشنال بروبرتيز مش محتاجها. بعد كده بيقول لك الفاينل ديزاين لودز، يعني هيبدا يبين لك اللودز اللي انت صممت عليها، وبعدين هيدي لك الريزلت سمري، ودي اللي انا كنت عايز ابينها لك، عشان كده انا سبت القطاع الان سيف بتاع الفيديو اللي فات. هنا كده هتلاقي الكومباينيشن واحد طالع لك انها مكتوبه اوكي، كومباينيشن 2 نوت اوكي، وكومباينيشن 3 نوت اوكي، علشان الناس اللي ساعات بتقوم جايه مستسهله وعامله اي شكل وخلاص علشان تنجز نفسها سواء في مشروع التخرج او في مشروع بره او الكلام ده، وما بيراعيش ضميره في حته ان هو يعمل التصميم فعلا بما يرضي الله، فهتبدا تلاقي الريبورت دايما بيطلع لك النتيجه وبيقول لك ان هي ما كانتش اصلا مسيبه. ففكره ان انت تلعب في الريبورت او الكلام ده طبعا غير وارده، وفي نفس الوقت انت ما ينفعش ان انت تعدل اي حاجه في الريبورت ده. بعد كده هتلاقي في الاخر خالص جايب لك الشكل بتاع الكيرف اللي احنا قلنا له اد تو ريبورت، ولو انت كنت عملت اي كيرف تاني كان هيطلع معاك برضو. تقدر طبعا بسهوله تطبع الريبورت بتاعك او ان انت تسيفه عندك وتبقى تضيفه للنوت الحسابيه اللي في المشروع بعد كده. يبقى ده كده الشكل بتاع الريبورت اللي انا اقدر اطلعه من برنامج السي اس اي كولم، وشفنا ايه المحتويات اللي انت بعد كده تقدر تختار ايه اللي انت عايز تظهره منها وايه اللي ملوش لازمه ان انت تظهره. يبقى ده كده كان الريبورت بتاع السي اس اي كولم، واتمنى الفيديو ده يكون مفيد ليك.